ترأس قدس الأب رامي عساكري الفرنسيسكاني كاهن رعية سانت كاترينا في بيت لحم قداسا احتفاليا بمناسبة عيد القديس أنطونيوس البدواني بحضور عدد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بمناسبة عيد القديس أنطونيوس البدواني احتفلت الجمعية الأنطونية الخيرية في محافظة بيت لحم بعيد شفيعها بقداس احتفالي ترأسه الأب رامي عساكري كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم، وبحضور رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان وممثلي المؤسسات في المدينة وجمع كبير من المؤمنين. وتطرق الأب رامي في عظته عن حياة القديس أنطونيوس الذي ولد في لشبونة أكبر مدن البرتغال، وكان اسمه فرناندو ومعناه المحارب من أجل السلام، وعند رسامته أطلق عليه اسم أنطونيوس تيمنا بالقديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان وكوكب البرية، وهو شفيع لاسترجاع المفقودات وشفيع للزواج الصالح وشفيع للطلبة، والذي اختار العيش بحياة الطهارة والتقشف والطاعة والعفة والفقر. إذن عيد قديس كبير وشفاعته كبيرة في العالم أجمع، زي ما شايفين من كرس الأطفال إله بلبس التوب وبصلاة مار أنطون، نطلب شفاعته في كل حين. هالقديس الكبير اللي كان مشهور بوعظاته ومحبته ليسوع، خصوصي محبة يسوع الطفل، فإذا ربنا يبارك الجميع بشفاعته. آمين، وكل سنة وانتم سالمين. كل عام والجميع بخير. اليوم بتحتفل الجمعية الأنطونية بعيد شفيعها القديس أنطون. القديس أنطون اللي ولد في لشبونة وانتقل فيما بعد إلى إيطاليا وعرف باسم أنطون دي بادوا لأنه عاش حياته ودفن في مدينة بادوا الإيطالية. القديس أنطون اختار المؤسسين للجمعية أن يكون شفيعهم لإيمانهم بأن شفاعته راح تكون مع الجمعية وتساعد الجمعية في حياتها وفي أعمالها في مختلف المراحل. وأكيد يعني التجربة والتاريخ بقول أنه دائما القديس أنطون كان مع الجمعية الأنطونية بحيث أنها تخطط جميع السنوات الصعبة من حياتها، بداية من العصر العثماني عندما تأسست في عام 1913 ومرورا بجميع الأزمنة والحقبات السياسية اللي عاشت في البلد. ودائما كان في للقديس أنطون في حياة الجمعية أهمية، وكان في له وجود سواء على مستوى الحياة اليومية في خدماتها وفي أعمالها أو على مستوى إدارة الجمعية وقراراتها. ونتمنى أن تستمر شفاعة القديس أنطون مع الجمعية الأنطونية ومع مدينة بيت لحم ومع جميع من هو بحاجة إلى شفاعة القديس أنطون، أن يكون معهم كما تعودنا من خلال العجائب الكثيرة والعديدة اللي حصلت باسمه وبشفاعته. وكل عام والجميع بخير. نحتفل اليوم بعيد مار أنطون البدواني شفيع الجمعية الأنطونية البيت لحمية، وفي هذا اليوم تحتفل أبناء رعية القديسة كاترينا في بيت لحم بهذا اليوم العظيم، وهو القديس شفيع لكل أبناء هذه الرعية وكل أعضاء ومنتسبي الجمعية الأنطونية، وهو قديس معلم وواعظ في حياة القداسة التي عاشها، ونتبارك بتعاليمه وبوعظاته على مدى الأيام. اليوم عيد مار أنطون ولبست ابني توب مار أنطون، بركة وزي نذر بسيط، وكل سنة وانتم سالمين. اليوم عيد مار أنطون شفيع الجمعية الأنطونية اللي احنا موجودين فيها، وبحب أعيد على كل شخص اسمه أنطون ربنا باركه في هاليوم، والقديس مار أنطون يحميه ويبارك حياته. Thank you.
ببركات خيراتك ولا تسمح للخبيث بأن يفسد عقلهم. وبشفاعة القديس أنطون نفسه اجعل هؤلاء الأطفال الذين نضعهم تحت كنفي وصايته أن يأتونا دائما بما يرضيك كلما تقدموا في السن والحكمة والنعمة. أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور. وخلال القداس تم ارتداء ثوب مار أنطون للأطفال المنذورين لارتدائه بعد الصلاة والبركة على الأثواب جميعها من قبل الأب إرامي. وفي قاعة الجمعية تم إقامة حفل استقبال وتبادل التهاني لكل من يحمل اسم أنطون. للنورسات مارلين الحدوة من الجمعية الأنطونية بيت لحم. Oh.